السلام عليكم البنات. اليوم غادي نصاوبو كرواسة مالحة، كتجي فنة وكتجي زوينة، والعجينة ديالها اقتصادية ورطبة. غنبداو على بركة الله، غندوزو المقادير. كناخدو بصلة وفلفلة حمراء وفلفلة خضراء، كنقطعوهم طريفات صغار صافي، وكنديرو الزيت وكنردوهم فوق البوطة، كنسوطيهم شي شوية. من بعد كنبداو نزيدو العطرية، كنديرو هنا شوية ديال التحميرة، شوية ديال سكينجبير، الخرقوم، الابزار صافي، كنديرو شوية ديال الملحة صافي. كنخلطو الخليط كله مع بعضياتهم صافي، كنخليوه يطيب شي شوية. من بعد ملي كيطيب لينا كنطفيو البوطة، كنزيدو واحد جوج علب ديال الطون، وكنزيدو شوية ديال الفرماج محكوك صافي. انا هنا خدمت بالفرماج احمر، نتوما الا بغيتو ديرو شي فرماج اخر اي نوعية ديروها صافي. كنخلطوا كل شيء مع بعضياتهم، كنحاولوا نفرتوا شويه ديال الطون، ونخلطوا الفرماج مع العناصر كلها حتى كيندمج لينا كلهم مع بعضياتهم صافي. وكنخليهم هنا يبردوا لينا شي شويه، وكندوزو نصوبوا عجينه ديال الكرواسه. كناخذوا هنا نص كيلو ديال الفورص، كنديروا شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخل صافي. كنخلطوا كل شيء، من بعد كنبداو نجمعوهم بالماء عادي. كنديروا الماء وكنشدوا القياس ديال العجينه ديالنا. هنا انا تقريبا جاوني جوج كيسان ونص ديال الماء، انتوما قدرت تجيكم ثلاثة على حسب النوعيه ديال الدقيق صافي. كنخلط كل شيء، كنشد القياس ديالي كما كتشوفوا بحال هكا، خليت ارتاحت واحد جوج دقائق صافي. وكنبدا خدامه بها، كنرشوا الدقيق فوق سطح العمل صافي، وكنسرحوها كلها بالمدلك. كنحاولوا ما نرقوهاش بزاف بين وبين. هنا خدامه بالزبده ديال المارغارين، كنكون ديجا دايراها في الثلاجه من قبل بارده صافي. كناخدها كنحكها في حكاكه صغيره رقيقه صافي، كنحاول نحكها كلها من الجناب، كنحاول نضيع الزبده من الجناب ومن الوسط صافي. وكنبدا نتني التنيه الاولى كما كتشوفوا بحال هكا، وكنرجع ندير التنيه الاخرى فوق منها صافي. وكنبقى خدامه بحال هكا، كنحاول نسرحها بالمدلك كلها بحال هكا طول، كنسرحها كلها صافي. وكنتني عاوتاني التنيه الاولى والاخرى، كنتنيها التنيه الثانيه، وكندير وحده فوق وحده كما كتشوفوا بحال هكا صافي. وكنبقى كنستعن بالدقيق، ضروري كنرش شويه ديال الدقيق، وكنبقى خدامه كنسرحها عاوتاني بالمدلك، كنورقها كلها عاوتاني، وكنتني وحده فوق وحده، كنرجع عاوتاني تني هذيك، وكنتني اخرى فوق منها صافي. وكنبقى مستمره عاوتاني بحال هكا، كندير شويه ديال الدقيق وكنسرحها، وكنبقى خدامه. هاد الطريقه تقريبا انا كنديرها ما بين ثلاثه المرات حتى الربعه صافي. ومن بعد كنديرها في السلوفان، وكندخلها للثلاجه واحد ثلث ساعه، كنخليها ترتاح. مي كترتاح لينا ثلث ساعه صافي، كنخرجوها وكنبداو خدامين بها. كنرشوا شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل صافي. كيما شفتوا بحال هكا، انا سرحتها كلها وقطعتها مربعات صغار كما كتشوفوا هذا القياس، ولا ديروا اكثر اكبر منه اللي يعجبكم صافي. كنحطوا الحشوه كتكون بردات لينا، كنحطوها الوسط قياس معلقه ونص ولا جوج معلقات صافي. وكنتنيو بحال هكا بهذه الطريقه اللي شفتوا. انا غندير الثانيه قدامكم بحال هكا كما شفتوا صافي. كندير بحال هكا، كنتني هذه الثانيه بحال هكا، وحده مع وحده، كنرجع الاخرى كنديرها مع الاخرى، وكنورك عليهم ضروري شي شويه بصبعي بحال هكا باش يتجمعوا لينا كما كتشوفوا. ها نتوما بحال هكا، كندير بحال هكا وكنضغط شويه بصبعي بحال هكا باش يلصقوا صافي. وكنبقى خدامه بحال هكا كلها حتى كنكملهم كلهم، ومن بعد كنزوقهم بالزيتون. ثم يعني كنجمعهم الوسط بالزيتون، ثم ديروا اللي عجبكم اللي بغيتوا ديروه الوسط صافي. حتى كنكمل كل شيء، كنديرهم في اللاطه، كنخليهم يخمروا لنا واحد ثلث ساعه. مي كيخمروا كندهنهم من الفوق. هنا درت بيضه وجوج معلقات ديال الحليب صافي، وكنشدهم كندهنهم كلهم من الجناب من الوسط. كنكون ديجا انا مسخنه الفران من قبل على نار متوسطه صافي. كندخلهم الفران، كندير اللاطه الفوق والعافيه كتكون لتحت صافي. مي كيطيبوا لنا من التحت كنهبط اللاطه، كيتحمروا لنا من الفوق صافي. وكنخرجهم كنخليهم ديجا يبردوا واحد جوج دقائق بحال هكا ولا ثلاثه صافي. ها نتوما كيما شفتوهم بحال هكا كيجيو زوينين، و
كتجي هاد العجينة ديال هاد الكرواسة مقرمشة وكتجي زوينة صراحة. غير جربوا هاد العجينة غتعجبكم. بالصحة والراحة.